يلا دخلت هالمقطع انت واحد من اثنين اما جيت عشان تشوف توكا دمرت حياتي او جيت عشان تسمع القصه اللي خلت هذا الفيديو مسح من قناتي بكل الاحوال اني <applause> <applause> ما اقدر ارفع هذا الفيديو من جديد على قناتي تبي تعرف السبب خليك معي عشان تسمع القصه لانها قصه نرفز قبل فترة تحديدا ستة شهور بدأت سلسلة جديدة باسم جاتشا لايف دمرت حياتي، كانت هذه السلسلة موجودة بغرض المرح والمزاح ما كان فيها أي تنمر، سب أو إهانة لصناع المحتوى أو حتى التكريه أو التحريض عليهم، كانوا كثير ناس يتابعون السلسلة وكانوا جدا معجبين بهالسلسلة وكانوا مستمتعين وكانوا يضحكون وكانوا يطلبون جزء ثاني جزء ثالث جزء, جزء رابع سوي على قناتي، فكان الكل مستمتع، كان 99% إذا مو كلهم راضين بهالسلسلة وفرحانين فيها، فقلت شنو الناس راضيين، قناتي قاعد يجيها مشاهدات ومشتركين كثار، لأنه هذا كان بدايات قناتي قبل تقريبا ألف مشترك، وكنت جدا فرحانة فقلت يو اسوي زياده لكن ما كنت متهونه بمحتواي كنت انزل مقطع جاتشا مقطع مختلف مقطع جاتشا مقطع مختلف يعني ما كنت اسوي سبام نفس المحتوى لانه ما كنت ابغى اخلي قناتي كلها تتمحور حول جاتشا في متابعين قدام وفي متابعين جداد ابغاهم يكونوا يحبون اشياء مختلفه مو بس جاتشا واستمر الموضوع وانزل اكثر من جزء وكان كل شيء تمام كل شيء حلو كل شيء سليم لكن قلت لنفسي لازم ابطل ولازم اخلص هذه السلسله عشان قناتي ما تصير بس عن جاتشا انا ابغى قناتي حولني انا حول هنادي هنادي ايش سوت هنادي ايش قالت هنادي ايش تحب هنادي ايش تكره فغيرت من هذا المحتوى وبطلت وسويت أخير ختامي وكانت هذه اطول حلقه لقات لايف سويتها انتهى كل شيء بسلام لكن ما زالوا الناس يطلبون هذه سوي قالت لايف هذه كملت تسويت قالت لايف نزل الجزء الخامس الجزء السادس مر الوقت ومن كثره التعليقات كنت قاعده افكر هل ارجع للسلسله هل انزل حلقه كل فتره ايش اسوي قلت يا خليني اسوي نفس السلسله لكن على محتوى ثاني فاول شيء جاء على بالي كان روبلوكس انه روبلوكس كانت من العاب اللي فيها كثير ناس يلعبونها كثير اطفال يلعبونها فقلت اكيد لها قصص واكيد لها محتوى راح ابحث في الانترنت وفعليا لقيت انه مليان ناس يسوون قصص عن روبلوكس لكن كانت في مشكله واحده كانت قصص روبلوكس كلها فيها اداء صوتي طيب هنادي مش المشكله اداء صوتي حلو نو no. المشكله انه الشيء اللي كان مميز في مقاطع قاتل في حياتي اني انا كنت اسوي الاصوات يومين من الايام ينهو عيد ميلادي ياي انا فريحة جدا سوف ارتدي ثوابي المفضل وكان هذا الشيء اللي يخليها تضحك لاني انا احط اصوات اللي ابغاها واحيانا اغلط غلط الضحك واحيانا يعني اخلي الشخص يتكلم بشكل غبي فهذا الشيء خلاني مو متاكده هل اسوي هل ما اسوي وش راح يصير لو سويت لانه كون في اداء صوتي راح يخليني اتابع الفيديو اقعد ساكته وانصت 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 بعدين اتكلم فحسيت الموضوع راح يصير ممل وراح يصير اني قاعد استعمل جزء جدا كبير من الفيديو بشكل يعني ما له داعي فقعدت افكر وقعدت افكر وادور وقعد حتى على قصص حسيت انه قصص روبلوكس كمان يعني عاديه او بعضها احيانا تكون ما حلوه فقعدت افكر افكر لين شفت واحده من الكومنتات تقول لي يا سوي رياكشن على قصص توكابوكا وقلت يو you نو know توكابوكا لعبه لطيفه وكيوت خليني اشوف وش نوع محتواها للاسف كان نفس الموضوع كان كلها فيها اداء صوتي وقعدت افكر هل اسويها هل ما اسوي قلت يو you know خليني اجرب اتابعها تابعت فيديو او فيديوهين وحسيت انه اوه ماي جاد اصوات كيوت اشياء تضحك اشياء لطيفه حسيت اني اقدر اسوي نكت على بس اصوات الاطفال اللي قاعدين يسووها بشكل لطيف عشان حتى اصحاب المحتوى هذا يقدروا يعني يستفيدون من متابعيني لانه كذا انا كاني قاعده انشر لهم بشكل غير مباشر ففتحت برنامج التسجيل فتحت الموضوع الحقي وشغلته وبدات اتفرج المقاطع أصور اسوي رياكشن وبدات استمتع واضحك نزلت الفيديو وكان كل شيء حلو كان يعجب مشاهدات وبدا ينفجر بقناتي حبه حبه اول يوم كان جميل ثاني يوم كان حلو قبل ما ينتهي الثاني اليوم صار شيء ما توقعته المقطع انحذف من قناتي انا هنا استغربت شويتين وقلت يمكن جلتش لانه احيانا اليوتيوب يسوي فيه غريبه لكن دخلت الى صفحه القناه الا اشوف في انذار احمر كبير قدام عيوني طالع انا هنا اخذت صدمه وانا خلوني اقول لكم أن انا ما اخذت صدمه الموضوع مو حلو الموضوع مو جميل الموضوع مو ممتع انا خفت لأن انه اليوتيوب في حاجه اسمها كوبي سترايك الكوبي سترايك هو شيء جدا خطير وهو عباره عن انذار الكوبي سترايك في منه ثلاثه لكل قناه الكوبي سترايك الاول عباره عن انذار ولا غير ما ياثر على القناه ولا يؤذيها الكوبي سترايك الثاني يؤذي القناه ويخليها ما تنتشر مثل ما كانت زمان للابد تقريبا الكوبي سترايك الثالث يخلي القناه تمسح عن كوكب الارض كاملا من دون اي طريقه لارجاعها هل تفهمون خوفي الحين اكثر صح انه جاني كوبي سترايك واحد لكن انا كنت خايفه كفايه انه ممكن ياثر على قناتي لاني وقتها صراحه ما كنت متاكده لانه ما جاني كوبي شريك من قبل كيف كنت راح اعرف فانا كنت جدا خايفه وجدا مستاءه وجدا مستغربه ليش جاني كوبي شريك على مخاطر أبوك. انا ما سويت اي شيء غلط وانا ما اقول هذا الكلام من جهل لاني انا حافظه ودارسه قوانين اليوتيوب وفي قانون من قوانين اليوتيوب اسمه الاستخدام العادل الاستخدام العادل بمعنى انه تقدر تستخدم اي محتوى حق شخص اخر في اليوتيوب اذا كان تغير فيه تسوي رياكشن او تعدله او تعلق عليه يعني هو نفس الشيء اللي انا سويته يعني كان محتوى ترانسفورماتيف بمعنى انه كان من قانون الاستخدام العادل او بالانجليزي fair use. كان كل شيء تحت قوانين اليوتيوب الرسمية لكن لسبب ما اليوتيوب سمح لهذه البنت انها تعطيني كوبي سترايك كوبي سترايك على القناة عشان تكلمت عن مقطع توكا بوكا حقها بطريقة مزحية وضحك انا ايش اقول انا ايش اقول اول شيء خطر ببالي اني اروح اتواصل معاها رحت للانستغرام ولقيت انها رسلت رسالة كانت قبل 9 ساعات من السترايك كانت كاتبه فيها احذف الفيديو بلا 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 انا ما ارضى على محتوى توكا بوكا بلا, بلا بلا بس لاحظوا اني انا ما ذكرت انها قالت اي شيء عن الكوبي سترايك وهذه نقطة مهمة جدا لانها ما حذرتني انه كوبي قالت لي بس احذفي المقطع عشان كذا 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 ما حذرتني ما قالت لي ما عطتني كيف اعرف كيف اعرف فانا فتحت الخاص هذاك وقمت اتواصل معاها بشكل جدا رسمي وحضاري لكن البنت ما كانت متعاونه معي غير انها كانت ترد مره بطيء كنت اقلها شيل الاشتراك عن قناتي وراح احذف الفيديو وارجع انزله لكن من دون اللقطه اللي انت طلعتي فيها قالت لا ما يصير انا لازم احمي محتوى توكا بوكا ما يصير تنزلين عن محتوى توكا بوكا كذا هلو هلو ها هل معي ها انت معي بنفس الكوكب انتي معي بنفس الكوكب انت عارفه ان ما قعد تحمي محتوى توكبوكا. لانه اساسا ما هو تحت اي خطر ما ادري هذا التفكير الطفولي لكن قهرني كثير انه حسيت انه انا قاعده اتكلم مع طفل انا ما قاعده اتكلم مع شخص بالغ فالموضوع ما راح ينتهي بسلام فقعدت اكلمها وقلت لها انه ترى ممكن يوصل الموضوع للمحكمه وانا ما كنت امزح لكن البنت قلت كذا خافت وأعطتني بلوك وطارت اتساءل ليش برايكم مين الشخص اللي باين انه غلط هل الشخص اللي يتكلم معك ويقول لك بروح المحكمه وانا مستعد اني اخاطر بكل شيء او الشخص اللي يعطيك بلوك ويهرب يا هي, هي طفله وش اقدر اسوي ولانها عطتني بلوك ما قدرت اسوي شيء واتواصل معها واكمل معاها اكثر سو قاعدة حيرانه وقلت نويت مالي الا لي اليوتيوب اليوتيوب هذا قانونهم اكيد لو تواصلت معهم راح يسمعوني وراح يعطوني حل او خيار او بديل او اي شيء زي كذا كنت كنت مخطئه كنت مخطئه جدا تواصلت مع اليوتيوب وارسلت لهم رساله انه هذا الفيديو انمسح بشكل غير عادل رسلوا لي رد وقالوا لي سببك غير واضح رسلت لهم مره ثانيه رساله وقلت لهم هذا الفيديو يقع تحت قوانين الاستخدام العادل ورجعوا لي مره ثانيه نفس الرساله سببك غير واضح قلت لهم انا مستعده اني اروح للمحكمه على الاشياء اللي انا كتبتها ومستعده تبع اي لوازم قانونيه على هذا الموضوع وقالوا لي سببك واضح وش تبغون مني انا بفهم وش تبغون مني انا رديت عليهم ما يقارب خمس مرات مختلفه بخمسه طرق مختلفه رديت عليهم بالعربي بالانجليزي بصيغه جاده بصيغه عفويه بصيغه كل شيء ولا اعطوني اي وجه انا هنا عرفت انه ما اقدر اعتمد على اليوتيوب ولازم انا انتبه من الناس اللي يسوون هذه الغلطات مثل هذه الطفله اللي الله يهديها ويسامحها لانه انا بحتاج وقت لنا أسامحها المشكلة مو بس هنا الشيء اللي فعليا يقهر اني بعد فترة من البحث والاستكشاف وانا قاعد ادور على اي حل دخلت بالاستوديو في اليوتيوب حق الجوال عشان اشوف الاحصائيات واشوف قناتي واشوف الفيديوهات واشوف بلا 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 ودخلت على خانة الكومنتات المميزة اللي ما يعرف في استوديو يوتيوب في الجوال يطلع لك خانة للكومنتات المميزة اللي غالبا تجي من قنوات عندها مشتركة جدا كثير وهذه البنت كان عندها ما يقارب 100000 مشترك فكان تعليقها محطوط هناك وتتساءلون ايش كان مكتوب بتعليقها كان هذا التعليق بأول يوم من نزول الفيديو كان مكتوب بتعليقها بموت من الضحك او مت ضحك إموجي. كان في كلجي اتوقع بالتعليق بحط لكم 110 الحين اللي يبين من هذا التعليق شيء واحد وجدا يقهر اللي يبين انه كانت هذه البنت فعليا شافت المقطع ضحكت وكتبت تعليق انها ضحكت يعني البنت هذه كانت راضيه عن المقطع ما في احد حيشوف شيء بدل حكت تعليق عكسه هذا مو مو تصرف طبيعي هذا تصرف متناقض فانا ما ادري مين الشخص اول شيء اللي وسوس لها عشان تروح تسوي لي كوبي سرايك على قناتي ما ادري اذا كانوا اهلها او كانوا اصحابها او كانت هي بنفسها من دون ما حتى ما تحذرني مده تسعة ساعات هي مده ابدا مو كافيه لاي نوع من الناس انا إنسانة مشغولة وما أفتح جوالي وعندي يوتيوب وعندي دراسة وعندي أشياء بحياتي، فكرة إنه أنت ترسل لي كلام من دون حتى ما تحذرني بشكل واضح لمدة 9 ساعات ثم تعطيني سترايك هو عبارة عن أكثر شيء غير رسمي وغير ناضج شفته بحياتي، لما يكون في موضوع قانوني لازم ترسل رسالة على الإيميل ولازم تعطي هذا الشخص ما بين ثلاثة أو حتى أسبوع كامل عشان يرد على الرسالة، لأنه إذا ما أعطيته وقت كافي عشان يشوف الرسالة الخطأ هنا يقع عليك أنت، وهذه البنت كان عندها أكثر من طريقة إنها تحذرني، والمشكلة مو بس كذا، اليوتيوب يعطيك خيارين يوم أنت تعطي احد كوبي يعطيك اما انك تهجم عليه على طول بكوبي سترايك واحد ويحذف لك مقطع ويعطي انذار ولكن كان في خيار ثاني تجاهلته البنت لسبب ما كان يمديها تعطيني اياه وتختصر هذا الموضوع كله كان في حاجه اسمها شكوى مجدوله ارسال اشعار قبل سبعة ايام بمعنى اعطاء سبعة ايام مهله لصاحب الفيديو عشان يمسح المقطع قبل ما يجي انذار اتساءل ليش هذه البنت ما اختارت هذا الخيار وحبت تعطيني سترايك على طول وتخوفني كذا انا ما ادري ايش اللي كان يدور ببالها وما ادري اذا هي سوت الخيار هذا او لا انا من زمان وأنا انا حالمة انه اليوتيوب يكون شغلي حالمة اني ابني محتوى حلو ابني كوميونتي حلو من زمان من يوم وانا صغيرة وانا احلم فيه وانا احاول فيه وما كنت اعرف ولا كنت انزل مقاطع زي لوادم لكن السنة الماضية هي اكثر سنة اشتغلت فيها حاولت انزل محتوى حاولت انزل مقاطع والحمد لله هذا الشيء بين على مشتركيني وعلى تفاعلي وعلى مشاهداتي لكن لسه انا ما وصلت لحتى لنصف او لربع حلمي انا لسه ما اقدر اعيش على اليوتيوب لكن انا للحين قاعدة احاول وعشان كذا انا ما تركت دراستي يعني انا انسانة مسؤولة وبحط صورة كويسة لكم اللي انتم متابعوني لا تتركون دراستكم مهما كان حلمكم الا اذا كان عندكم شيء واثقين منه متاكدين منه وقتها اوكي ممكن يكون فيه في سالفه ترك وسالفه تاجيل وسالفه بدري ايش لكن اللي انا جالسه احاول اقوله اني انا دائما اكون احاول اسوي محتوى حلو دائما يكون في فائده من محتواي حتى لو كانت الفائده هي عباره انها متعه ينسيك عن مشاكلك يخليك تضحك فاني انا اسوي مقطع اخلي الناس يضحكون وانت تروحي في هذا المقطع انت تعرفي كم شخص ما ضحك بسبب هذا الفعله كم شخص ما استمتع مجرد مقطع وقزاحي فكاهي انا ما ادري ليش الناس بزياده المشكله اني انا بمقاطع الرياكشن دائما ما اسب ما اكره ما العن ما أقول اي شيء يقدر الشخص يعني يتزعل منه او يتضايق وانا دائما اقول بدايه مقاطع هذا المقطع مزاحي هذا المقطع للمتعه لا تزعلون لا تتضايقون كل واحد عنده راي بلا 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 بلا, بلا. لكن نو no, ما في ما, ما في حل ما في حل معاكم يا الله انا سويت كل شيء اقدر عليه كلمت البنت كلمت اليوتيوب حاولت كل الخدع والاشياء والحركات وما نفع معي اي شيء للاسف انا ما راح اسوي اي سلسله فيها رياكشن على محتوى شخص ثاني عشان ما تتكرر هذه الحركه الغبيه وزي ما قلت من قبل اذا حابين تشوفون الفيديو بنفسكم وتنتقدون اذا من جد كان يستاهل انه يجي كوبي تلاقونه في صندوق الوصف في حسابي في الفيسبوك لاني زي ما قلت ما اقدر ارفع بقناتي من جديد ولو انه كان هذه القصه عباره عن ظلم شديد لي لكن نوت اتوقع نتعلم درس مهم جدا باقل خسائر ممكنة. ولكن لو انت اللي اعطيتني سترايك قاعد تعملين الفيديو الحين، حابة اقول لك شي واحد، اتمنى انك تحسي باللي حسيته، واذا كان باقي عندك اي ذرة انسانية وتعاطف، اتمنى انك تشيل السترايك، لكن بأي حال هو ما راح يفرق صراحة لانه مجرد انذار، لانه لو شلتيه صراحة هذا الشي حيساعدني اسامحك على الاقل، ويا هذه كانت الدراما اللي صارت بقناتي، <تصفح> ما توقعت انه تجيني دراما من محتوى تكبكة بوكا، اشوفكم على خير ومع السلامة.